مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله، إليكم الأحوال الجوية المتوقعة خلال أيام هذا الأسبوع. نتوقع أن يطرأ ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة، وتصل ذروة الحرارة يومي الثلاثاء والأربعاء، ثم هناك انخفاض واضح على درجات الحرارة يومي الخميس والجمعة، لتعود إلى حول معدلاتها. أن يوم الأربعاء بتكون أعلى من المعدلات بحوالي 10 درجات، لكن تعود يوم الخميس والجمعة إلى حول معدلاتها. وأيضا هناك حالة من عدم الاستقرار الجوي في المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية من المملكة. مشاهدينا فاصل ونواصل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع CFI المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، الباطون الرغوي للعزل الحراري من إيريام لافارج باطون الأردن. تمويلكم مختبرات ميد لابز، 57 فرعا في المملكة لخدمتكم المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. مشاهدينا أهلا وسهلا بكم مرة أخرى على الخارطة الجوية التي تمثل الأحوال الجوية يوم الأحد. يوم الأحد ارتفاع على درجات الحرارة، بداية الارتفاع تدريجي، المناطق معظم المناطق راح تكون الأجواء تقريبا لطيفة دافئة نسبيا، وأيضا درجات الحرارة أعلى من معدلاتها. العظمى في المناطق الشمالية 27 والصغرى 17، المرتفعات الوسطى 23-15، والمرتفعات الجنوبية 20-14، والأغوار والبحر الميت 34-23، خليج العقبة حارا نسبيا 35-22، والبادية الجنوبية الشرقية 26-16، والبادية الشرقية 27-17 درجة مئوية. أما يوم الاثنين في هناك حالة من عدم الاستقرار الجوي بتأثر على المملكة، أجواء غائمة جزئيا. تأثير هذه الحالة، حالة عدم الاستقرار، تكون أكثر تأثيرا في المناطق الجنوبية الشرقية والشرقية أيضا من المملكة، لكن بتكون بشكل أضعف في المناطق الوسطى وبعض المناطق. الأجواء أيضا هناك في ارتفاع على درجات الحرارة، فالمناطق الشمالية بتكون العظمى 29 والصغرى 19، المرتفعات الوسطى 25-16، والمرتفعات الجنوبية 22-16، والبحر الميت والأغوار 35-25، وخلي أجواء حارة نسبيا طبعا، وخليج العقبة أجواء حارة 36-25، المنطقة الجنوبية الشرقية غائمة جزئيا مع زخات من المطر 28-17، وكذلك المنطقة الشرقية وغائمة جزئيا، وأيضا هناك زخات متفرقة من المطر على فترات قد تكون غزيرة أحيانا وصعوبة بالبرق والرعد، وأيضا تؤدي في مناطق البادية الشرقية إلى حدوث بعض السيول وارتفاع منسوب المياه. يوم الثلاثاء يقتصر تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي على المناطق الشرقية من المملكة أو مناطق البادية بشكل عام، والثلاثاء ارتفاع آخر على درجات الحرارة، أجواء ما بين مشمسة وغائمة جزئيا. الثلاثاء في المناطق الشمالية العظمى 31 صغرى 18، المرتفعات الوسطى حوالي 26-28 العظمى والصغرى بحدود 17، المرتفعات الجنوبية 24-25 العظمى والصغرى 17، البحر الميت والأغوار 36-26 أجواء حارة نسبيا، والعقبة حارة 37-27، البادية الجنوبية الشرقية 29-17، والبادية الشرقية أجواء مغبرة وحارة وغائمة جزئيا مع سقوط زخات متفرقة من الأمطار. الأربعاء تقريبا استقرار على الأجواء مع مزيد من الارتفاع على درجات الحرارة وظهور بعض السحب على ارتفاعات مختلفة، المناطق الشمالية 31-14، المرتفعات الوسطى 26-28 14 هاي العظمى والصغرى 14 درجة، الأغوار والبحر الميت أجواء حارة 37-26، وأيضا المرتفعات الجنوبية 25-15، خليج العقبة أجواء حارة 38-27، والمناطق الجنوبية الشرقية
29 إلى 19 وأيضا المنطقة الشرقية 31 إلى 21. الأجواء يوم الأربعاء تقريبا دافئة إلى حارة نسبيا، درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بحوالي على الأقل ما بين 8 إلى 10 درجات مئوية، لكن يوم الخميس تعود درجات الحرارة وتنخفض لتعود تقريبا إلى حول معدلاتها أو أقل بقليل، أقل بحوالي درجة إلى درجتين، وتكون الأجواء تقريبا مشمسة بوجه عام، لطيفة في النهار تميل إلى البرودة أثناء الليل. المرتفعات الشمالية 22-10، المرتفعات الوسطى 19-7، والمرتفعات الجنوبية 17-8، الأغوار 31 إلى 19 درجة مئوية، هذه منطقة الأغوار والبحر الميت. أما خليج العقبة 32-18، والبادية الجنوبية الشرقية 25-11، والبادية الشرقية 28 إلى 13 درجة مئوية. ويوم الجمعة أيضا، يوم الجمعة بداية أيام العيد، بداية عيد الفطر السعيد، كل عام والجميع بألف خير، وراح تكون إن شاء الله الأجواء لطيفة، درجات الحرارة قريبة من معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة، أجواء مشمسة ولطيفة في النهار لكنها تميل إلى البرودة ليلا. العظمى في المناطق الشمالية 22 والصغرى 15، المرتفعات الوسطى 20 إلى 13، والمرتفعات الجنوبية 18 إلى 13، والأغوار والبحر الميت 31 إلى 21 درجة مئوية، أجواء دافئة. وخليج العقبة أيضا أجواء دافئة 30 إلى 21، وأيضا منطقة البادية الجنوبية الشرقية 24 إلى 14، يعني لطيفة في النهار تميل للبرودة ليلا. ويوم المناطق أيضا الشرقية 24 إلى 16، معتدلة نهارا لطيفة ليلا لكنها تميل للبرودة قليلا بعد منتصف الليل. إذن يوم الجمعة بشكل عام أجواء لطيفة بالنهار تميل قليلا إلى البرودة أثناء الليل. مشاهدينا، نتمنى للجميع أوقات سعيدة، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع CFI، المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، الباطون الرغوي للعزل الحراري من إيريوم لافارج باطون الأردن. تمويلكم مختبرات ميدلابز، 57 فرعاً في المملكة لخدمتكم. المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.